ده سؤال انا بسميه بين قوسين سؤال ساذج. ست عندها قلب وضغط، طبعا كلمة عندها قلب دي لما انا اقول عندها قلب كده يعني ايه؟ لا تعبها في حق انا يعني انا بقى هشوف مين اللي كتبها في الورقة دي يعني ما فيش حاجة اسمها يعني عندها ايه في القلب، يعني عندها قصور في الشريان التاج عشان يبقى واضح، وعندها ضغط كمان تصلب شرايين في الخمسينات يعني، وعايزه تعمل خيوط لشد الوجه. دي قرارها او يعني فكرها ده متهم ولا جني ولا بريء؟ طبعا بريء. هي متخوفه من حاجه سيوله. بالظبط. هي الفكره دلوقتي هل مريض السيوله ده نعمل له بروسيجر ولا لا؟ عايز اقول لك حاجه، والحاجه دي معلومه طبيه ما اعرفش انت عارفها ولا لا، دي حاجه ريسنت ادفانسد خلي بالك. دايما يقول لك العيان اللي بياخد اسبرين لازم يوقف الاسبرين 3 اسابيع قبل ما يعمل بروسيجر. الكلام ده اتغير تماما. الكلام ده بقوله على مسؤوليتي. مفيش حاجه اسمها كده، خش اعمل له العمليه وبياخد اسبرين. ليه بقى؟ لان انا لو وقفت اسبرين عشان يروح تاثيره عايز له 3 اسابيع. طب وعبال ما يروح تاثيره ايه اللي بيحصل؟ بيحصل كاونتر اكشن وممكن يزيد فرصه التجلط في 3 اسابيع دول. ففيش حاجه اسمها كده خالص على فكره. الاول كنا بنقول لهم بنقلبكم على كليكسان كل ده يعني خليه خر واعمل له العمليه ويجي له شويه زرقان او ركب له الخيط كده احسن من ان انت تدخلها في مخاطر اخطر من ايقاف الاسبرين. طيب